نغني اليوم، ولكن قلوبنا جميعا مع أهلنا في غزة الحرة وليست المحاصرة إن شاء الله تعالى. وكنتوا عم تهتفوا هتاف وأنتوا داخلين، شو كان؟ كان في هتاف أنا سمعته، الشعب يريد، إن شاء الله حنغني اليوم لأهلنا بقالب التضامن إن شاء الله. حنقول أناديكم أشد على أياديكم. حافظين بالمناسبة؟ حتساعدوني ولا لا؟ حأعمل تيست بسيط. أناديكم الله يعطيكم العافية. حنبلش بأول أغنية، وإمتى ما حسيت بدي مساعدة حأستعين فيكم. الله يعطيكم العافية وإن شاء الله تستمتعوا. وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حبيبي.
وشدوا على اياديكم وابوسوا الارض تحت رعالكم واقول افديكم اناديكم وشدوا على اياديكم وابوسوا الارض تحت رعالكم واقول افديكم